الحامل في الفيرست تريمستر، السكند مانث يعني معناها فيرست تريمستر. جوزها عنده 37 سنة ومحامي وبيدخن وعنده سكر من هو صغير قوي وبياخد الانسولين ميكستارت. الست دي اكتشفها دكتور النساء، واستحق دكتور النساء ان نرفع له القبعة، لانه مش كتير من دكاترة النساء ومش كتير من دكاترة الاورام ودكاترة الروماتولوجي اللي بيدوا اميونو سابريسنت وبيولوجيك بيفكر انه يشوف الفيروس قبل ما يشوف العيان. فهذا الدكتور راجل عظيم، اكتشف انها سيرفيس انتيجين بوزيتيف لكن هيباتيتس سي نيجاتيف. البنت طبعا كانت قلقانه خالص وكانت متضايقه لانه ليها فاميلي هيستوري ابوها اللي مات من 5 سنوات بهيباتو سيلولار كارسينوما، لكن الاب كان هيباتيتس سي مش بي. البنت بتقول يا ترى ايه القصه بتاعتي والسيرفيس انتيجين ده قصته ايه، وانا عندي استعداد عائلي اصاب بكارسينوما ولا لا؟ لما فحصها الدكتور عبادة، الحالة دي بتاعت الدكتور عبادة هو اللي عاملها يا فندم شغال very good. الحالة دي طبعا الدكتور عبادة هو اللي عاملها، طلع ضغطها كويس رغم انه البادي ماس اندكس 38، ما كانش عندها اي اورجانو ميجري ولا اي استيجمات او ليفر ديسيز خالص، واللاب انفستيجيشنز بتاعتها كان فيها increased enzymes. ايه اللي تي كان 52 والهاي نورمال 40، الاي اس تي كمان كان مرتفع كان 45، كوليسترول والترايجليسرايد طبعا عاليين، بي انتيجين بوزيتيف والدي ان ايه 1.1 مليون انترناشونال يونت بريمير. الالترا ساوند برايت ليفر وعندها جول بلادر ستون، وسالت اسئله هيحصل ايه في الحمل، العدوى، هنعمل حاجه اكتر من كده ولا احنا كده مبسوطين، هنتعالج ولا مش هنتعالج، هيجي لي كارسينوما عشان انا معرضه بحكم ان ابويا كان عنده كارسينوما، يا ترى الديابيتس والديسليبيديميا دورهم ايه في هذا الموضوع. فانا بقول واتمنى ان الساده تشير بيرسونز يشاركوني الراي ان اجابه هذه الاسئله معتمده اساسا على تشخيصك لحاله مريضك. المريضه دي هل ترى يا دكتور عباده انها تصلح ان تكون اميونو تولرانت ولا لا تصلح؟ رحيم، لو بصينا على الكريتيريا بتاعت البيشنت بالكل البيرسونال هيستوري والاكزامينيشن واللاب، البيشنت دي في الجريز في كل حاجه في الجريز زون، هي كده لو الديفينيشنز في الاميون توليرانس هي كده ماشيه مع الاميون توليرانس. اللي يخلينا بس ندور على سبب تاني ان عندنا الليفر انزيمز اليفيتد والاي اس تي كمان اليفيتد. عظيم. يعني يا دكتور شرف، هل ترى حضرتك انه الاميونو تولرانت بيشنت ممكن يكون معاه انكريزد انزيمز ولا ده مش ممكن ابدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برغم ان الاميونو تولرانت احنا متعودين عليه ان هو with normal enzymes، انما في غير كيسز ممكن الانزيمز تزيد. هنا في الحاله دي بالذات عشان نربط الكلام ببعضه لازم ادخل اذر كوزز اللي عندها في اللي ممكن تزود لي الاي ال تي والاي اس تي اللي على راسهم الهايبر كوليستيروليميا، وفي الالترا ساوند طلع كلمه برايت ليفر، فيعني معناها ان انا داخل مش حاله سلسه. لا طبعا، والا ما كناش نعرضها في كونفرنس. نعم. طيب اذا حضرتك يا دكتور شرف تقصد انه ما فيش ما يمنع احيانا في الاميونو تولرانت انه يخش في الاميون رياكتيف فيز ويعود في الاميونو تولرانت، فاحيانا انزيماته تعلى، كما انه ما فيش ما يمنع ان الاميونو تولرانت يكون عنده كوموربيد كونديشنز. دكتور علي بيه، الدكتور شرف اشار الى الفاتي ليفر بالذات اللي الست البادي ماس اندكس كبيره وعندها كوليسترول وترايجليسرايدز عاليه، لكن ستك ما تشوفش اسباب اخرى باعتبار دي واحده حامل؟ الحقيقة طبعا هنا في مالتي فاكتوريال كوزز ممكن تعمل رايز في الترانسامينيزز، يعني الموضوع مش هيبقى قاصر على الهيباتيتس بي فقط. كويس. دلوقتي دي واحدة عندها البودي ماس اندكس بتاعها 38، اوفر ويت، وعندها فاتي ليفر، وعندها ديسليبيديميا، وان كان اللي موجود التوتال كوليسترول مش موجود الهاي دنسيتي واللو دنسيتي عشان نعرف الريسك قد ايه.
انما هناك مسببات اخرى ممكن ترفع الترانسامينيز، واعتقد ان دي لوجيك اكتر علشان ما نخرجش بره الديفينيشن للاميون توليرنت. وان كنت افضل استخدام الترمينولوجي الجديد اللي هو ان ده يكون كرونيك انفكشن او كرونيك انفكشن بهيباتايتس بي فيروس with hepatitis E antigen positive عن التعبيرات الاول الترمينولوجي بتاع التوليرنت والرياكتيف. دكتور علي بيميل الى استخدام التعريف بتاع الايزل اللي هو قال كرونيك اي انتيجين بوزيتيف هيباتايتس انفكشن، بينما الامريكان لسه ماشيين على ايمونو تولرنت. انما لسه السؤال هل في اسباب ريليتد للبريجننسي تعلي الانزيمز؟ يس، فيرست ترايمستر، في الفيرست ترايمستر على راسها، وان كان ده مش واضح في الهيستوري. الهايبر ايميسيس جرافيديرا، هايبر ايميسيس جرافيديرا من الاسباب الشهيره في الفيرست ترايمستر لان ترفع ترانسامينيز. الاسباب الاخرى للفيرست ترايمستر ان يكون في فيروس، ان يكون في جول بلادر ديزيز، ان يكون في حاجه دراج انديوزد، والدراج انديوزد ما كانش فيه اي هيستوري، وجول بلادر ديزيز اللي بترفع الانزيمز مش سايلنت ستون، انما لو فيه كولانجايتس او اوبستراكشن. طيب دكتور عباده، هل ترى ان الحاله دي اميونو تولرنت معها كوموربيديتي، وهل ارتفاع الاي اس تي يشير الى احتمال ان دي ادفانسد كيس ولا لا؟ هو حضرتك في نقطه الاول، في طبعا الديفينيشن متفق مع اساتذتي، انما في سيرتن بيبرز ببلشد ريسنتلي، كان في حاجه في 2020 اعتقد كانت من ايشيا، فكان عنوانها حتى unresolved questions about immune tolerant hepatitis B. فبقى excluding، مش لازم الانزيمز تكون نورمال، يعني هنا الانزيمز elevation اقل من 1.5 folds، فده does not exclude the definition of immune tolerance. لسه عليها ديبيت لان في حاجات في debatable. كويس. فالعينة in general على الاطلاق لو هي بالكريتيريا دي ما عندهاش حاجات other comorbidities ممكن نعتبرها immune tolerant. في الحالة لكن دي انا عاوز في الحتة دي رأيك في الـ DNA level. الدي ان ايه ليفل هنا 1.1 مليون انترناشونال يونتس بير ليتر، ده قليل قوي بالنسبه للاميونو تولرنت. ما هو يعني ما هي الحاله كله في الجراي زونز، خاصه ان هي برضو الايدج اوف اكويزيشن هي قايله ان هي كانت عملت من حوالي 5 سنين باي ذا تايم اوف هير فاذرز ديث، كانت نيجاتيف للفيرال ماركرز، نيجاتيف اتش بي اس انجن اتش سي في انتي بودي. كويس. اذا ده يخلي احتمال الاميونو تولرنت بعيد، لان الكلام اللي من 5 سنين كانت نيجاتيف معناه انها مش معديه بيرينيتالي، وان الانفكشن في ادلت اميونو كومبتنت 95% بيطرد الفيروس، وال5% لو قعد كورونيك ما يقعدش في الاميونو تولرانت سنين كثيره. كما ان كما اشار الاستاذ الدكتور شرف، الدي ان اي ليفل قليل على اميونو تولرانت، ولما تلاقي عيان انت معتبره اميونو تولرنت وتجد الدي ان ايه بتاعه بيقل ما تفرحش، انت لازم تخاف. ما هو هو بيقل ليه؟ لان الاميون سيستم is no longer tolerant. ما هو قال عشان الاميون سيستم بيضرب يبقى خرج من الاميونو تولرنت الى الاميونو اكتف، وتزداد احتمالات الهيباتوسيلولار كارسينوما. طيب يا دكتور شرف، البروجريس بتاع البريجننسي سيادتك توافقني انه معتمد على الستيت اوف ليفر ديزيز، انها لو سيروتيك او ادفانسد تختلف عن كرونيك هيباتايتس او نورمال ليفر؟ متفق مع حضرتك دكتور حسن. اول حاجه لازم اشوف الستيت اوف ذا ليفر، is it cirrhotic، وفي اي stage of cirrhosis، وكمان هل هي عندها اولاد او لا. يعني لا دي لسه بقى لها سنه متجوزه او الحمل، الشهر الثاني من اول حمل. لكن حضرتك دخلت بالظبط في الحته اللي انا عاوزها. انا في الحاله ديت اللي هي ماشيه الالترا ساوند قال بغايه ليفر بس، ما جابش كريتيريا اذر كريتيريا اوف cirrhotic ليفر، فانا هحاول احافظ على الحمل. طيب انا هحافظ على، انا عمري ما قلت ان انا عايز الحامل، انا اقصد اقول لحضرتك ازاي تقيم الستيت اوف ذا ليفر في واحده حامل. اقدر اعمل فايبروسكان، اعمل بايوبسي، اكتفي بالالترا ساوند؟ الفايبروسكان ده سيف في البريجننسي؟ ايه الوضع؟
انا ممكن اعمل لها فايبر سكان في الحاله ديت، وان كنت يعني بقول لازم طبعا نستبعد الليفر بايوبسي تماما، ما احناش محتاجينه في الحاله دي خالص. انما لو انا وحتى الفايبر سكان يعني هيساعدني شويه في اتخاذ القرار، لكن مش هيبقى هو الاساس في اتخاذ القرار. طب يا دكتور عباده، السيفتي بتاع الفايبر سكان فيها كلام؟ يعني اتس نوت يعني لسه الاستادز طبعا هو احمد الحاجات اللي لسه ما لهاش فول استادز، بس اتس بيتر تو بي يعني افويدد ديورنج البريجنسي، خاصه زي ما استاذ الدكتور محمد شرف قال انه مش هيئات كتير للحاله خاصه وده فيرست تريمستر. وفي الفيرست يعني انا في جميع الاحوال انا بفكر في الحاله دي هكمل حمل ولا مش هكمل حمل؟ لا هكمل حمل. هو في طيب هعالج ولا مش هعالج؟ هو في نقطه حضرتك ممكن نضيف، احنا اللاب انفستيجيشنز بتاعتها مش كامله كويس، فكان ممكن نبص على الاذر ليفر بروفايل تيست، خاصه الالترا ساوند برايت ليفر داز نوت اكسكلود اندرلاينج سيروز. طيب وسيادتك طبعا توافقني ان لو عينه تشايلد اي سيروزز كل تحاليلها هتطلع سليمه. ايوه فاحنا هنا مثلا عملناش البروثرومبين تايم السيرم البومين سيروتيك تشايلد اي، كل اللي بتطلبه ده هيطلع سليم. هل انا دلوقتي في الفيرست تريمستر محتاج الفايبروسكان ده ليه؟ هل قرار العلاج هنا معتمد على الفايبروسكان؟ هو بس انا يعني دلوقتي الفايبروسكان هو بيزد على الترا ساوند او على طيب يعني ايه الخطوره ان انا اعمله في بريجنس؟ يعني قصدي الفايبروسكان ده عباره عن ايه؟ الاستوغرافي الترا ساوند بيزد او ام ار اي. لو انا بسمع انه في الحمل عامله ابدومينال سونوجرافي ما اسمحش ليه بفايبروسكان؟ التساؤل منطقي. هو بس في نقطه هنا ممكن حضرتك تاخدها بزاويه ثانيه، اللي نبص للمساله منطقيه. انا بدور دايما على الايفيدنس بالذات في حمل فيرست تريمستر في عيانه ربما تكون سيروتيك واحتمالات الحمل القادم يعني صعبه، وده ممكن يكون بريشس بيبي فلازم احافظ على ده. هل قرار العلاج هنا معتمد على الفايبروسكان؟ ايه رايك دكتور شرف؟ لا قصدي يعني ان هو في الفايبروسكان ده في راديشن بصرف النظر يعني انا ما عنديش داتا عشان كده السيفتي. انا عندي التنوفوفير اللي بيستخدم يعني في السودا سيف في البريجننسي يا دكتور حسن، لكن التنوفوفير الجديد مش سيف ما جرب ماهوش. انا قلت قبل كده ان الفايبروسكان مش هيغير قراري في اتخاذ العلاج. انا العلاج مبني على ايه؟ انا هدي العلاج هنا على اساس ان انا خايف من الست ديت من كلمه فاميلي هيستوري اوف هيباتوسيلولار كارسينوما، فالهيباتوسيلولار كارسينوما اللي في الفاميلي يعني تخليني ما انتظرش كتير او الصراحه. يا دكتور عباده الست دي حامل، يا ترى قرار العلاج مرتبط بالحمل ولا ملوش ارتباط؟ هو هنا زي ما استاذ دكتور محمد قال، انا هضيف عليه السؤال الثاني بتاعها الانفكتيفيتي، ان انا عندي دلوقتي انا بتعامل مع two persons the mother and the fetus، ففي الحته دي وانا بعالج ببص للحاجتين بالذات الانفكتيفيتي الفيرتيكال ترانسميشن، فيبقى عيني على الام وعيني على البيبي. هو رقم كام في الدي ان ايه اللي معدي اللي لازم تدي عليه علاج؟ هو الجايد لاينز قالت 200,000. طب وانا عندي مليون وشويه، اذا هعالج يعني هعالج، اذا انا مش هخاطر بفايبروسكان ولا غير فايبروسكان في الفيرست تريمستر، حس ان قراري مش هيتغير. انت في حاجه في الطب اسمها اوبتمايزيشن في الدياجنوزيس، يعني هاو تو ريتش ماكسيمم بوزيتيف دياجنوزيس وايل مينيمايزنج نمبر تايم كوست اند انفيسيفنس اوف انفستيجيشن. اذا كنت هعمل اجراء لن يترتب عليه قرار انا مش هعمله. الست دي هتتعالج، قد احتاج بعد ما تولد اقيم حالتها اشوفها هي اميونو تولرانت ولا حاجه تانية، عشان اذا كنت بعالجها فقط للبيبي بعد 3 اشهر هبطل علاج، اما اذا كانت هي النيد اوف تريتمنت ساعتها العلاج هيختلف اختلاف تام. الانفكتيفيتي تبقى ازاي يا دكتور عباده؟ ما هو يعني اكوردنج للبروجريس بتاع البريجننسي هنا في الحاله دي هيبقى هنشوف احنا هنعملها الاول فولو اب في البريجننسي، والفيرال لود هنأسس بيبقى فيرتيكال ترانسميشن وبيزيد طبعا مع البري ليبر او بري تيرم. ف يعني مش فاهم الانفكتيفيتي تبقى ازاي من ناحيه دي. يعني النهارده عندي اثنين، عندي هازبند وعندي بيبي، وفي سيكشوال ترانسميشن وفي فيرتيكال ترانسميشن. اي فهي الجزء بتاع لو هنرجع بقى للانفكتيفيتي بتاعتها، وفي جزء ثالث كمان ان هي هيلث كير وركر او هيلث كير بروفايدر، فده هنخش في جزء ثاني ان هي لاب وركر.
هي ما هي في الكيمست يعني يعني الكيمست في اللاب دلوقتي معظمهم يعني بيفتحوا معامل. فالقصه ان احنا كده بقت هي بتعدي في ثلاث اتجاهات فيرتيكال ومع هير هازباند اند اوكيوبيشن واوكيوبيشنال انها طبعا هي هيلث كير بروفايدر ممكن تبقى في اكسبوزنج انها تعدي غيرها. عظيم. فالحاجات دي كل حاجه ليها ال 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 في الجايد لاينز الكلام بتاع احنا قلنا انفكتيفيتي للفيتس ان اي حد لو هي فوق ال 200 الف وحده في الثيرد تريمستر هكونسيدر تريتمنت عشان اعمل دي لودنج مباشره. هل يا دكتور شرف اقدر اعالج قبل الاسبوع ال 28 في الحاله ديت؟ في الحاله بتاعتنا ديت انا بعالج قبل الاسبوع ال 28 في عده حالات. نمره واحد لو الدكتور بتاع النساء قرر إلكتف ترمينيشن قبل الفول تيرم هعمل لها قيصرية في السابع، هستنى أنا عالجها في الأسبوع 28؟ لا هعالجها بدري. طب سبق ده مش موجود في الست دي، لكن سبق في الست دي قبل كده طفل اتولد وهي خدت العلاج وهو الطعم وبعد ما الطعم اتعدى برضه، يبقى الطفل اللي بعده هبدأ علاجي بدري جدا. انا عاوز اقلل عن 200 الف، وجدت الرقم اللي جاي الست بيه 15 مليون، وجدت ان انا لو ابتديت في الاسبوع 28 على ما اوصل ترم عمري ما هكون نزلت عن 200 الف، لا هبتدي بدري. انا مش خايف؟ لا مش خايف، ما انا لو عندي عيانه ماشيه من الاول على تينوفوفير وحملت عليه ما ببطلوش لانه سيف، ولاميفيدين ما ببطلوش لانه سيف. يعني انا لو ابتديته قبل ال 28 اسبوع في سبيشال سيتويشن علشان البيبي مش عشان الام ده يتعمل، وبالتالي الست دي زي ما قالوا الساده الاساتذه في الغالب هبتدي لها بدري. طيب هعالج بايه؟ يستحسن هبدلها على طول بالتينوفوفير اولا علشان هو الكوست افكتيف بتاعه ويل اند جود، هي صغيره مش خايف على لغينا الفانكشن بتاعتها كويسه، هو احسن من الانتيكافير، التي اف ماهوش متاح قوي، و يعني الحاله العامه بتاعتها تمشي معاها التي دي اف عن التي اف وعن الانتيكافير. يعني دكتور شرف بيقول احنا عندنا ثلاث ادويه متاحه للعلاج، انتيكافير which is contraindicated in pregnancy لانه class C، اذا انتيكافير برا الاختيار. اذا انا ما بين التينوفوفير القديم الديبوكسيفيل فيوميريت او الجديد التاف اللي هو الالافينامايد، السيفتي بتاعت الجديد الالافينامايد is not certain، وبالتالي هو مش approved حتى هذه اللحظة في البريجننسي. يبقى زي ما الدكتور شرف قال انا عندي اختيار واحد مفيش غيره، تينوفوفير ديبوكسيفيل فيوميريت 300 ملي، انتيكافير كونترا انديكيتد، لاميفيدين مفيش في الطب النهارده بيبتدوا العيانه لاميفيدين، الدواء الجديد السيفتي نوت ابروفد في البريجنسي ولا في الاطفال ولا في الديكومبنسيتد سيروزيس ولا في ادفانسد رينال، رغم انه سيف على الرينال، ادفانسد رينال ديزيز عنده كرياتينين كليرنس اقل من 15 وما بيغسلش ما تديهوش الافينامايد. طيب ايه قصه جينيتك سستيبيليتي للكارسينوما بيرينج ان مايند ان الاب اللي جاله كارسينوما كان هيباتايتس سي انما البنت هيباتايتس بي، وهل علاج البي يمنع الكارسينوما؟ ايه رايكم؟ لا هو طبعا ال HCC has been reported in patients effectively treated من hepatitis B. دي نمرة واحد. نمرة اثنين surface antigen negative. نمرة اثنين انه ال HCC can develop in patients with hepatitis B even in the absence of any hepatic lesion or cirrhosis. يعني الليفر is not cirrhotic ومع ذلك يجي له HCC. وهنا قيل بالنسبه للامور دي ان الحاجه دي انه في فاكتورز بتجوفرن ذس، عباره عن هوست فاكتورز وفايرال فاكتورز. الهوست فاكتورز دي بتتضمن الايدج،
بتتضمن الجندر اللي هو الميل سكس، بتتضمن الكحول كونسومشن، بتتضمن الكحول ابيوز، the presence of comorbidities زي diabetes و dyslipidemia ووجود family history، كل دي host factors. وفي viral factors اللي هي ال DNA level، ال surface antigen level، قد ايه في affection لل hepatonecrosis من الهيباتيتس، كل دي factors بتجبر. طيب يعني الست دي اكمل بعد اذنك دكتور حسن، صغيرة وست، في كمان تكملة لنفس الإيشو لأن هو نفس الموضوع، في سكورز معمولة لحاجة اسمها الـ HCC predictability، يعني how can you predict هل ده هيجيله HCC أو لا. وهنا في كذا سيستم أشهرهم حاجة اسمها الـ PAGE والـ Modified PAGE. PAGE دي stands for platelets و stands for gender و stands for age، والـ Modified دي بيزودوا فيها السيرم ألبوم. وفي حاجات فاليديتد بس في ايشيا مش يونيفرسال، زي الريتش وزي الجاك، دي بتبقى عباره عن زي سكور وبتدي حضرتك بوينتس، فوق بوينت معينه من السكور ده بيبقى الريسك عالي، تحت البوينتس دي بيبقى ريسك قليل. واشهر حاجه طبعا اللي داخل فيها فالبروسكان اللي عملت سكيل من 0 الى 40، والعيان اللي اقل من 11 احتمالات الكارسينوما فيه مش وارده، واللي اكتر من 20 اكيده، والايدج فيها ليميت 50. لكن الست دي ست دي صغيره مش قادر اعمل لها فايبروسكان، لكن ديفينتلي ديسليبيديميك، لسه مش عارف هي ديابيتك ولا لا، وكلنا عارفين انه الناش بعد شويه هو اللي بيعمل تايب 2 ديابيتس، مش شرط ان السكر هو اللي يعمله. اشار الدكتور علي الى حته مهمه جدا، الديابيتس از ا بري مالجننت كونديشن، والفاتي ليفر از ا بري مالجننت كونديشن حتى لو مفيش فيروس. ده عيان الفاتي ليفر يجيله كارسينوما من غير سيروزيس، لان الانسولين لايك جروث فاكتور اللي زائد في هذه الاحوال از ان اندبندنت ريسك فاكتور فور كارسينوجينيسيس، لانه دايركت جروث فاكتور للهيباتوسايت. اذا الجزء الاولاني اللي هيخلينا اقول لك لا دي بنت مش راجل، لا دي صغيره، يقابله السؤال اللي بعديه اللي اشار اليه الدكتور علي، الديابيتس والديسليبيديميا، الست دي لسه مش باين السكر عندها، ما عندهاش، لكن هي لسه في اول الحمل، لكن ديفينيتلي ديسليبيديميك. طيب يا ترى الديابيتس بتاع جوزها يا دكتور عباده ياثر في قراراتنا بالنسبه للست؟ من ناحيه جوزها ديابيتس هي هتعديه ولا لا، هتطعمه ولا لا، هتطعمه اني دوز في الفاكسينيشن. ده هنرجع تاني لسؤال الافكتيفيتي ان انا دلوقتي هسيف جارد اجينست الهاوس هولد كونتاكت مع جوزها ان او سيكشوال كونتاكت، فلازم الهازبند شود بي فاكسينيتد. هو كان الايدج عنده حاجه و30 سنه وعنده ديابيتس انسولين على انسولين من ايرلي تشايلد هود وكنترول، ده يعتبر ليتل بيت اوف اميون كومبرومايزيشن، وفي دايركت كونتاكت مع هاي فيريميك هيباتيتس بي بيشنت. هنا الكلام اتقال في الجايد لاينز ان احنا هنمشي ممكن قد كده كده بندي اللي هي الرابيد دوز، في اللي ممكن ندي 4 دوز 0 1 0 1 2 6، او ندي دبل دوز، ده لو هنسيف جارد، ده لو هنمشي يعني كوشسلي، يا اما اننا ادي الدوزز واعمل بوست فاكسينيشن تايتر اسسمنت، لقيته وصل للبروتكتيف ليفل هعمل بعد كده اعمل فولو اب، واعمل كل فتره نعمل ري اسسمنت للهيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي تايتر. ده بالنسبه للهازبند. بالنسبه برضو للفيتس، وانس الولاده بنبقى احنا مجهزين عشان الانفكتيفيتي، مجهزين انه ات بيرث هياخد كومبايند في سنجل ثاي، هياخد الفيرست دوز هيباتيتس بي فاكسين، وده الدوله بتديه كومبالسوري حاليا، في الثاي الثانيه بياخد الهيباتيتس بي اميونوجلوبولين. كويس. اذا هنا الدكتور عباده بيشير الى نقاط هامه للغايه، بيقول في حاجه اسمها بري اكسبوجر بروفيلاكسيس وحاجه اسمها بوست اكسبوجر بروفيلاكسيس. الهازبند والفيتاس دول بوست اكسبوجر، ده الراجل عنده سيكشوال كونتاكت فعلا بقاله سنه وشويه مع عيانه بيه عندها دي ان ايه عالي، والبيبي جوه الام عندها دي ان ايه عالي،
دول بوست اكسبوجر، يبقى المعاملة فيهم تختلف عن البري اكسبوجر. بري اكسبوجر يعني ولد لسه مقدم يخش كلية الطب، اتنين مخطوبين، بيبي لأم ما هياش عندها هيباتيتس بي وتولد من أم سليمة، ده يبقى اسمه بري اكسبوجر. نضيف إليه قصة الاميونو سبريشن. اميونو سبريشن يعني معناها انت بتدي فاكسين تو ستيميوليت الاميون سيستم. طب الاميون سيستم اذا كان نون ريسبونسيف او بور ريسبونس، لابد ليك من اجراءات اخرى تخليه ريسبونسيف. يعني ايه بقى الكلام دوت؟ البري اكسبوجر انا على مهلي وبدي 0 1 6، وبعد شهر على الاقل، على الاقل ممكن يكون اكتر، من اخر دوز اعمل سيرفيس انتي بودي ليفل. لو لقيته وصل بروتكتيف ليفل يبقى انا ساتسفايد، لو لقيت انه نوت بروتكتيف انا مش هديله بوستر، انا هعدله الثلاث جرعات كلها 0 1 6، وبعد السته الثانيه من اخر سته من الكورس الثاني بشهر اعمل له سيرفيس انتي بودي ليفل. لو طلع نوت بروتكتيف اعتقوا الوجه الله، ما تديلوش حاجه تاني، لان ده عمره ما هيبقى ريسبونسيف. اما البوست اكسبوجر السيكشوال كونتاكت، البيبي اللي موجود لام عندها بيه، الهيلث كير وركر اللي تشكب ابره من مريض عنده بيه، ده اسمه بوست اكسبوجر. انا ما عنديش وقت اخاطر اطعمه على مهلي، عشان انا عندي حاجه اسمها تايم موشن كومبنسيشن. يعني العيان ده من ساعه ما اتعدى عشان يظهر له بي سي ار فيها شهرين، لازم تتدخل في الشهرين دول. فيبقى السكشوال كونتاكت هيطعم بالاجراء السريع، وفي اثناء ذلك هيستخدم كوندوم. ولان الاجراء السريع ليس افيشنت بالذات في طفل صغير، بنحتاج للبوستر بعد ذلك. انما لو واحد واخد بري اكسبوجر وهو ادلت واميونو كومبتنت، انا ما بحتاجش بوستر ابدا. ادت فاكتور من الديابيتس انه العيان ده في لحظه ما هيخش في مشكله رينال، مشكله الرينال هتخليه فيرذر اميونو كومبرومايزد. يبقى انت لو عندك عيان عارف انه على وشك يصبح رينال، سنه 40، سكر، ضغط، جوت، ريبيتد ستونز، ست بيجيلها بايلونفرايتس متعدده، حامل وجالها بري اكلامبسيا، متوقع ان دي سونر اور ليتر هتبقى رينال وهيبقى علاجها صعب واستجابتها على التطعيم صعبه، تدور من الاول زي ما دكتور النساء عمل على الهيباتيتس سي وبي وتلحقها وهي لسه في حالة كويسة، تعالجها من السي أو البي، وإذا لم تكن مصابة بالبي أو مصاب بالبي يطعم. أما إذا استنيت لما يبقى سيروتيك ديو تو سي أو ديو تو فاتي ليفر أو دراج انديوزد أو سكندري بي أو وعايز تطعمه للبي أو أدفانس درينال وهتطعمه للبي، زي الدكتور عبادة كان بيتكلم، ده هياخد دبل دوس، مش 10 20 ميكروغرام، واربع جرعات مش ثلاثة، وهيعيد السيرفس انتي بودي ليفل كل سنة، لان الاميونيتي از رابيدلي وانينج، وفي اللحظة اللي تقل فيها الاميونيتي ياخد مباشرة جرعة على طول. شفت الدكتور عبادة وهو بيقول لك الدولة دلوقتي بتطعم كومبالسوري من دي زيرو، وده اللي حضر معانا في البداية. وانا بقول لك ان التطعيم في مصر من سنة 92، يعني في 29 سنة، والبنت دي 28، يعني لو كانت خدت التطعيم ما كانتش اتعدت. في هذا التوقيت كان التطعيم من الشهر الثاني وليس من لحظة الولادة، والعدوى البرينيتالي يصح ان البنت دي اتولدت معدية، فلما خدت التطعيم ما كانش منه فايدة لانها معدية خلاص، فيصح ان الام ايضا كانت هيباتيتس بي، وصح ان احنا لازم نشوف العيله دي باللي فيها الهيباتيتس بي ده شكله ايه. الهيباتيتس بي ده منظومه مجتمعيه وعائليه ومتابعه طبيه للي بيتعالج واللي ما بيتعالجش،
واللي خلص علاج واللي بطل علاج زي الدكتور الله يرحمه الدكتور عبد الرحمن الزيادي اذا كان حد فاكره، المريض بيساله قدامي، انا كنت بشتغل والحمد لله مساعد الدكتور عبد الرحمن في المركز بتاعه، العلاج اللي انت بتكتبه ده هموت الفيروس؟ الدكتور عبد الرحمن قال له احنا بنكتب لا الفيروس مات لا انت موت لا انا موت، خلاص لايف لونج، علاج ومتابعه، علاج ومتابعه. دكتور حسن اتفضل. في الحاله دي هنرجع للحاله دي عشان ما نسيبهاش كتير. الحاله ديت انا بقول ان وانس ان انا اكتشفت عند الست ديت الهيباتيتس بي في رايي الشخصي قبل ماده تطعيم لجثه والكندم اعمله الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين يمكن يطلع عنده، وبالتالي هاخده كاتيجوري لوحده واعمله ايفاليوشن لوحده واشوف همشي ازاي في طبعا. وصح ان هو اللي عداها الله اعلم، والصح ان هو اللي عداها. ما انت ما تقدرش. طبعا دكتور علي عايز كومنت على بالنسبه للفاكسينيشن. الاول انا برضو بالنسبه للدكتور عباده حضرتك بتتكلم على الفاكسينيشن ويتش فاكسين، لانها طبعا وي نو ان في جينيريشنز، في فيرست جينيريشن ده ما بيستعملش حاليا، في سكند جينيريشن وفي ثيرد جينيريشن. فمن ضمن الاوبشنز بتاعت ان انا عايز الموضوع يبقى اسرع، لو انا عندي حاجه من الافيلبل فاكسينز اللي بتتاخد at day zero and after one month in two doses only اللي هو الهيبليساف بي، ده هيحل القصه. الحاجه الثانيه اللي هي للناس اللي عندهم اميون سبريشن زي جوزها اللي عنده دايابيتس، ده ممكن من الحلول عشان نزود الافيكاسي بتاعه الفاكسينيشن. من ضمن ما هو مطروح كحلول ان احنا نشيفت للثيرد جينيريشن من الهيباتيتس بي فاكسين اللي هو الساي بي فاك. الساي بي فاك ده مفترض ان هو ثيرد جينيريشن كفاءه بتاعته اعلى كتير، افيكاسي اعلى كتير، بس هو فده من ضمن الحلول المطروحه. طبعا حضرتك زي ما حضرتك اتفضلت قلت، بس هو اللي افيلبل في مصر حاليا اللي هو يعني ده نوع واحد، والهندي انا اتكلم طبعا جنرال كلقاء ساينتفك مش على ايه اللي موجود بس عشان برضو الناس تبقى اورينتد ان في ان هو ما هوش هيباتيتس بي فاكسين ده حاجه واحده، لا ده ثلاثه جينيريشنز. يعني الدكتور علي والدكتور عباده مش مختلفين. دكتور علي بيشرح اخر ما وصل اليه الموضوع بيقول والله عندنا كذا 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 كذا، انما في كلنا عارفين ان في حاجه اسمها ليفل اوف ايفيدنس وفي حاجه اسمها جريد اوف ريكومنديشن. ليفل اوف ايفيدنس يعني قد ايه الكلام اللي انت بتقوله ده دوكيومنتد بستاديز، انما جريد اوف ريكومنديشن انا اقدر اطبق ده في مجتمعي ولا لا. يعني انا في مصر بستخدم سوف داكلا في علاج السي والعالم كله ما بيستخدموش، وانا ما كانش عندي سوف فيلبا فانا ما بستخدموش رغم ان العالم بيقول سوف فيلبا. طب ما عنديش سوف فيلبا هعمل ايه؟ يبقى انا بستخدم سوف داكلا. يبقى الكلام اللي قاله الدكتور علي مظبوط والكلام اللي قاله الدكتور عباده مظبوط، والواصله بينهم هي في فرق بين ليفل اوف ايفيدنس وجريد اوف ريكومنديشن في مجتمعك. لما تيجي اللحظه اللي الحاجات اللي بيقولها الدكتور علي دي تبقى موجوده في المجتمع انا هستخدمها بلا تردد، انما زي الدكتور عباده ما قال سو لونج ان دي مش موجوده انا مضطر استخدم اللي عندي. ده يقودنا برضو الى الفاكسينيشن. الست دي هتقول لك ايه رايك في تطعيم الكورونا؟ هي بريجننت 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 في الفيرست وفي الفيرست ريمستر ايه لا مش هقرب لها يعني مش هقرب لها. طيب اذا كان الفاكسين اصلا يعني في الادلتس اصلا للستاديز يعني سكارس ففي الفيرست ريمستر وبريجننت يعني طيب. بس ده بيرسونال اللي عندها الليفل 3 انما جريت سي في الايفيدنس يعني انما السي دي سي والدبليو اتش او بيقول الحوامل اكثر الناس عرضه للاصابه بسيفير فورم اوف كورونا، واكثر الناس عرضه للاصابه بالكومبليكيشنز اوف كورونا، واكثر الناس احتياجا الى تطعيم الكورونا ولازم ياخدوا تطعيم الكورونا سواء حامل او خدت جرعه اولى وحملت من حاجه بتاخد جرعتين تاخد الثانيه او بتخطط للحمل او بترضع، لانه حتى قالك الانتي بوديز ممكن تنزل في اللبن تساعد البيبي. تعال شوف الوضع، انا بضرب المثل ده ليه؟ عشان اقول لك الوضع بتاعك شكله ايه في مصر. الست دي عندها كم سنه؟ 28. وانا عندي في مصر ايه؟ عندي استرا وسينوفاك. طب هو الاسترا يتاخد في سن كام؟ طبعا استرا عملت كومبليكيشن في السن ده
وكل الثرومبوزس حصلت في السن ده لدرجة ان الناس بتوصي بالأسترا للستات فوق سن الستين. الستات اللي حصل لها الثرومبوزس كانوا اقل من 30 وكانوا بيستخدموا حبوب منع حامل. يعني سن الست دي يمنع أسترا. كويس؟ هو ده امثلة level of evidence و grade of recommendation. الست دي تاخد فايزر او تاخد بقى. طب انا ما عنديش. طب الست دي واخده جرعة اولى أسترا. لا ممنوع. كتكتش تاخد جرعة أسترا اساسا دي سنها صغير. انما الحاجات السيف تتاخد. ولو كانت واخده جرعة من فايزر او بتتاخد مرتين تاخد التانية. ولو بترضع تاخد. ولو بتخطط للحمل تاخد عشان ما تتعديش في اثناء الحمل. ده مش اختراع. ده كلام موجود يعني. لا بس في تحفظ زبيع على حكاية ان الحوامل ياخدوا تطعيم كورون. ما فيهاش يعني تحفظ زبيع. ده مش كلام يعني. لو سدتك في حد يقدر يجيب حاجة من على الموبايل ينشرها مثلا. لانه ما فيش كونسنسس لسه. دي حاجات جديدة كلها. لقاح الكورونا ده. يعني فتح الباب دلوقتي كل الحوامل تروح تطعم. بس سيرت التايبس والباكسين على كام دكتور حسن؟ إيه؟ لا الفايزر يعني سيرت التايبس على الكلام اللي قبل صعب. انا قصدي في حضرتك قلت فايزر ممكن يتاخد وتاخد في الفيرست تريمستر. فيرست تريمستر زي انا شايف دي حاجات جديده لسه وما تجربتش قبل كده. الدكتور هيجرؤ بالظبط. ريسك عالي انه حتى لو طلع استدي مثلا بتقول كده ممكن يطلع قدامها 100 استدي بتقول لا. هو الفكرة هنا حركة نفس الكلام على الابليكيشن في مصر. لو الواد طلع مناخيره كبيرة هترجع لك تقول لك انا خدت التطعيم وانت والدكتور السبب. في مصر هل السيفتي بتاعت ان انا اعمل فاكسينيشن لكورونا في البريجنانسي هاز بين تيستد؟ تيستد ازاي يعني؟ في حوامل راحوا يجربوا في نفسهم ياخدوا لقاح ويشوفوا الواد هيطلع عنده مال فورميشنز ولا لا؟ ممكن حاجه تفضل شوف هو دي وجهه نظر بعيده خالص عن الموضوع ده. في نقطه حضرتك بالنسبه لجوزها. هل حضرتك انا هعمل له اكتفي بالاتش بي اس انجن ولا اعمل له الاتش بي اس انجن والبي اتش بي اس انتي بودي واشوف ممكن يكون ريكفر والاتش بي كور؟ ممكن اعمل ساعتها ويبقى بدل ما اديله فول فاكسينشن اديله جاست بوستر. الحل هو الكور بس ايوه اوكي. لان ممكن يكون انفكتد وريكفرد. نرمين جابت لك يا باشا اهي. خلي بالك يا دكتور حسن احنا مصدقينك. تعالى بقى بس قول لنا. لا ما هو انا اقنعت على غصنا يا باشا على راسنا يا باشا. بس في حاجه عايز اقولها بقى. ان براكتس العيانه دي دخلت عندك وبعدين شي اسكد كويشنز. الكلام العلمي اللي احنا بنقوله اي اجري كومبليتلي ويز يو. فمثلا السؤال بتاع هو انا ممكن يجي لي سرطان زي بابا؟ علميا انا داخلي بقول ان في ديفرنت بريدكتور فاكتورز ان ممكن يجي لي. وده مش ممنوع وده حاجه في يد الله سبحانه وتعالى. لكن انا كواحد عايز سن العينه قدامي هرد اقول لها ايه؟ هرد اقول لها ايه؟ انا هرد اقول لها ايه؟ اقول لها اي عيان عنده فيروس بي سواء صغير او كبير او راجل او ست عنده في اي لحظه من لحظات حياته اللي يجيله سرطان حتى لو كان ابوه ما عندوش.
وبالتالي اللي انا اكتشفت عنده فيروس بي هيفضل يتابع بالموجات الصوتيه بقيه حياته حتى لا افاجئ باي شيء قبل العلاج او بعد العلاج او حتى بعد الفيروس ما بقى سلبي بصرف النظر الاب عنده او ما عندهش. واكمل الجمله ولو وده مهم جدا علشان لو انا اكتشفت حاجه زي كده هقدر عليكها ان ذا ايرلي ستيج. ايوه ما اكتشفتها مكان. يبقى انا لو حاولت ارد على اسئله الست دي من الاول، كيف سيتطور الحمل وكيف يسير باعتبار ان حالتك حتى هذه اللحظه تبدو حاله بسيطه من ناحيه التاثير على وظائف الكبد رغم ارتفاع الانزيمات، على الارجح ان هذا الحمل هيكتمل بسهوله، واحنا عارفين كلنا انه اي مشكله تحصل من الحمل للكبد في الحمل سهل جدا انها تتعالج زيها زي غير الحوامل، وما عنديش اي مانع اعمل لواحده حامل منظار واربط واحقن، وفي ناس زرعت كبد في اثناء الحمل يعني ما عنديش مشكله. يعني هيكمل هيكمل احتمالات النزيف ورده. دكتور حسن بيه انا مش انا شخصيا مش شايف، فهي عايزين يقولوا ايه ده 30/7 اه يعني اللي جبت ثلاث اسابيع اه طيب اقرا بقى رد ACOG recommends that all eligible persons, including pregnant and lactating individuals, receive a COVID vaccine or vaccine series. Obstetrician, gynecologists, and other women's healthcare practitioners should lead by example by being vaccinated and encouraging eligible patients to be vaccinated as well. Vaccine eligible من سن 12 سنة. طفل سنه 12 يوم، كل الحوامل والمرضعات واللي بتخطط للحمل واللي خدت جرعه من حاجه جرعتين ست هتاخدها واللي بتخطط هتاخد. بس بما انك بين COVID vaccine development and regulatory approval are rapidly progressing, thus information and recommendations will evolve as more data are collected about these vaccines and their use in specific populations. برضو رجع تاني ايه؟ مش رجع، كل الكريتيريا بتاعت اي ريكومنديشن في اي جايد لاينز منتهيه بهذه الجمله. ولما ظهرت مثلا قصه الهيباتيتس سي وكل العيانين العلاجات اللي كلها بتظهر، كان السايت بتاع الامريكان اسوشيشن بيقول لك لو اتاخرت 15 يوم تعتبر نفسك فاتك حاجات كتير في الطب، لان الدواء الجديد ممكن في ال 15 يوم دول يظهر منه مضاعفات مختلفه ويظهر منه دراج دراج انتر اكشنز غير اللي انت عارفه. ده احتراس في كل الامور، انما انا بكلمك على الستيت اوف ذا ارت في هذه اللحظه. هو برضو الكلام جاب بعضه كده ويقول لك التطعيم وايه في مصر وايه مش في مصر وبتاع، فبرضو ايه الكلام جه. يبقى هتقول للست الحمل هيكمل، لو حصل اي مشاكل خاصه بالكبد هنستطيع نتعامل معها تماما زيها زي اي واحد ما عندوش كبد، في احتمال نزيف احيانا وهيتم السيطره عليه. اذا الولد كان هيتولد قبل ميعاده او بري تيرم احنا هندى علاجك بدري، الولد لما ينزل هياخد جرعه في السايدي وجرعه في ستيت زي الدكتور عباده ما اتكلم. اضيف نقطه بالنسبه للولد، برضو هنبقى حاطين في بالنا ان لو الطفل لو بيرث ويت احنا كان كفيزيشن متابع الحاله الريسبونس للفاكسين في اللو بيرث ويت انفانتس بيبقى اقل من النورمال بيرث ويت، وبالتالي فبالتالي ان احنا يا اما هنبقى الجرعه لازم ممكن يعني في حد يقول ان قد نؤجل الجرعه لو هو لو بيرث ويت اقل من 2000 ملي جرام 2 كيلو ممكن تؤجل، قد تؤجل الجرعه لو هنمشي ساينتفك بره البراكس الباس كومبالسوري ممكن تؤجل الجرعه لمده شهر لان هو لو بيرث ويت بيبقى ريسبونس اقل، فانا هبقى يعتبر بالبلدي ضيعت عليه جرعه. ولازم الولد ده بقى مانداتوري، البيبي ده مانداتوري حتى بعد كده لو هيمشي زي جرعه الدوله لازم اعمل له فول اب وابقى متاكد من التايتر بتاع الاتش بي اس انتي بودي ريسبونس بعد الجرعه الثالثه بشهر لشهرين، اتاكد ان هو استجاب وانه عدى اللي هو اتليست ال10 عشان يبقى بوزيتيف اتليست 10 مايكرو انترناشونال بيرميل. وهذا كلام هايل في هذه الحاله لانه متوقع ان البيبي ما. هنا يطلع له بيرث ويت مع الدايبيتس ليه الدايبيتس والديسليبيديميا هي هتقول بس الست دي فاتي ليفر. واخر كنت في اسكندريه يا نرمين شفت الجلسه اللي اتعملت عن الفرق بتاع الفاتي ليفر بتاع الرجاله عن بتاع الستات، كانت فظيعه. قالوا ايه في الست الحامل اللي عندها فاتي ليفر هيحصل ايه في البيبي؟ فاكره هتولد قبل الميعاد وهيبقى له بيرث ويت متوقع في الست، وقد يحتاج الدكتور ان يولدها بريتيرم، ومن هنا قد احتاج مع الاحتياطات اللي حضرتك اتكلمت عليها اني ابدا العلاج مبكرا قبل الاسبوع ال 28 تحسبا ان دي ممكن تولد الكتيف في الاسبوع ال 28. وفي نقطه ثانيه برضه بالنسبه لهير هازباند، هل اكتفي بان انا اعمل له الاتش بي اس انجن فقط ولا هعمل له البروفايل كامل واعمل له الاتش بي اس انتي بودي تحسبا يكون هو كان انفكتد وريكفرد؟
في البراكتس كل مريض هيباتايتس بي بيتعمل له في اول لحظه هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين هيباتايتس بي كور انتي بودي توتال هيباتايتس سيرفيس انتي بودي ليفل بما في الحامل. يعني الحامل دي كان مفروض يتعمل لها سيرفيس انتيجين سيرفيس انتي بودي كور انتي بودي. لو كل ده كان طلع سلبي يبقى الست دي عمرها ما تعدت تطعم هيباتايتس بي ديورينج بريجننسي. طيب افرض الست دي طلعت كور انتي بودي نيجاتيف سيرفيس انتيجين نيجاتيف سيرفيس انتي بودي بوزيتيف دي متطعمه واميون ما تلعبش فيها. سيرفيس انتيجين بوزيتيف هتشوف لي الاي انتيجين والدي ان اي. وكذلك اي واحد بتقيمه للهيباتايتس بي لاول لحظه وانت ما تعرفش عنه حاجه وجدت الواحد سيرفيس انت كل الكلام اللي قلناه على الست ينطبق على الراجل. الحته اللي عايز اقول لك عليها الراجل اللي عنده 37 سنه اللي متطعم يمكن وهو عنده سنه او اذا كان لحق التطعيم او ما لحقوش ممكن تعمله سيرفيس انتي بودي ليفل تلاقيه 5 هتعمل ايه ساعتها؟ سنه قد ايه حضرتك؟ الراجل ده لو طلبت له سيرفيس انتي بودي ليفل لقيته بيلو بروتكتيف ليفل هتعمل ايه؟ تعمل له ريفاكسينيشن ريفاكسينيشن ولا سنجل تيست بوستر دوز؟ نو ريفاكسينيشن. طيب لانه البوستر دوز لما قورنا بالريفاكسينيشن لا الاوتكم بتاعه اضعف كتير وبالتالي اعاده الكورس كامل افضل. ومن هنا اتلغت البوستر دوز من الدنيا ولم يعد في حاجه اسمها بوستر دوز. ليه ما فيش بوستر دوز؟ عشان في حاجه اسمها انامنستيك رياكشن. يعني الميموري سيلز بتاعت الهيباتايتس بي بتحتفظ بالانتي بودي بتاعها ريسبونس لايف لونج. يعني حتى لو السيرفيس انتي بودي ليفل نزل ثم تعرض لغزو من الهيباتايتس بي بيحصل له السكندري ريسبونس فيجوراس في فتره قريبه جدا ويضرب انتي بودي ليفلز عاليه جدا. فالراجل ده هدي له سنجل فاكسين دوز واشوفه بعد 10 ايام. لو وجدت الليفل الضعيف اللي كان مش بروتكتيف نط بقى 100 200 يبقى الراجل ده كان متطعم فول دوز وكان ريسبوندنج ومع الزمن الانتي بودي ليفل نزل ولما اتعرض للتشالنج حصل له مباشره الانامنيستيك ريسبونس يبقى الراجل ده اميون مش محتاج ريفاكسينيشن. انتوا اللي بتشخبوا عباده انا كنت قاعد النقطه الثانيه بس قال برضو بالنسبه للبيشنت دي بره بقى بارت من البريجننسي لو هي اميون توليرانت والليفل اوف فيريمي عندنا فوق المليون يعني مثلا واحد وشويه مليون او وات ايفر بقى مليونز يعني وهي هيلث كير بروفايدر هل الديسيجن بتاعي في ان انا يعني او ابوستبون التريتمنت او فول اب هينطبق على الحاله دي؟ هنا بقى ده سؤال كلمه فيرزر انفستيجيشن اللي هو السؤال. فيرزر انفستيجيشن هتحصل بعد 3 أشهر من الولاده اشوف بقى الست دي فعلا اميونو تولرانت زي ما هي وبتتعالج عشان هيلث كير وركر ولا دخلت في اميونو رياكتيف واقدر اقيم الستيت اوف الليفر ديزيز واقدر اعمل فايبروسكان وبايوبسي واي اجراءات كانت واقيمها. لو طلعت الست دي اميونو رياكتيف او ادفانسد اف 2 اف 3 دي بتتعالج لنفسها تنطبق عليها جميع قواعد العلاج. افرض بقى ان الست دي زي ما انت بتتكلم فضلت اميونو تولرانت خلاص ولدت مش محتاجة علاج لنفسها لكن هي هيلث كير بروفايدر. الحل ايه؟ كما انه يقول لك today's good practice is tomorrow's malpractice. اذا فضلت لغاية النهاردة تعمل زي ما كنت بتعمل من زمان امبارح يبقى انت برا الموضوع بتلعب برا خالص. لغاية 2009 تحديدا كان اي هيلث كير بروفايدر بيمارس اكسبوجر بروم بروسيديور عنده هيباتايتس بي is forbidden from practice. إيزل 2010 في برشلونة قالت لا يجوز منعه من البراكتس. سواء الإيزل الأمريكا أو الأبازل كلهم أجمعوا أنه لا يجوز منعه من البراكتس. إنما أعالجه من أول أني ليفل وأرجعه يشتغل في أني ليفل حصل فيها خلاف. الإيزل طول عمره يحب يعالج بدري. شوف الفرق كده بينه وبين الامريكا بتاعت الايزل يندفع في العلاج سريعا جدا. الايزل بيقول لك لو عيان لو واحد هيلث كير بروفايدر عنده دي ان ليفل 200 مش 200000 200 يتعالج ورجعه لما يكون نيجاتيف. بينما الابازل والامريكان قالوا
كفاية أن يكون أقل من 2000 عشان يشتغل، والأبازل كفاية يكون أقل من 1000 عشان يشتغل، إنما ديفنتلي ما فيش علاج، ما فيش إيقاف من العمل. نيجي للسؤال اللي هو الحتة اللي انت قريتها وإحنا بنتكلم على كورونا فاكسين في البريجنسي، الفيرزر ستاديز، قالك والله كوست إفكتنس بتاع الكلام ده لسه ما حدش درسه، ومش قادرين نقول لك ياخد علاج لمدة قد إيه ويوقف إمتى أو ما يوقفش، ولو بقى نيجاتيف يا ترى نوقف ولا ما نوقفش. يعني ايه كوست افكتيفنس؟ يعني انا دلوقتي بقول لك افرض انه دكتور عبد الحميد سرواح، راجل عظيم جدا، دكتور عبد الحميد سرواح اعترف له بالفضل ان هو اول واحد حط رجلي على قصه ايه دكتور عبد الحميد سرواح، على قصه اسمها هيلث ايكونومي. في ذات مره كنت انا وهو طالعين مؤتمر في اتوبيس، هو قاعد على كرسي وانا واقف جنبه، وانا رايح ادي محاضره على لاميفيدين، فكلمني عن حاجه اسمها هيلث ايكونومي، قال لي في حاجه اسمها دايركت كوست، حاجه اسمها اندايركت كوست، حاجه اسمها انتينجبل كوست. وقعدت ادور وراه، انا مش مساله دفعت كام في الدواء، انتينجبل كوست مش مساله دفعت كام، لا انا دفعت 8 حقن انترفيرون، ودفعت تحاليل قد ايه، وعلاج قد ايه للمضاعفات، وتحاليل قد ايه متابعه، والراجل غاب قد ايه من الشغل، والديبريشن اللي حصل له، طب وفي الاخر غاب قد ايه من الشغل، اثر على قد ايه في الانتاج، الدواء ده كده كوست افكتيف ولا لا، لاميفيدين دخلوه في علاج الهيباتيتس بي، عملوا حاجه اسمها هيستوريكال كنترول، جابوا ناس بقالهم عندهم 40 سنه هيباتيتس بي، ولما سابوه من غير علاج شافوا تكاليف علاج الديسيز بروجريشن والكارسينوما والزراعه واللي 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 واللي، ساعتها قالوا اللاميفيدين لا احسن ارخص. الايفالويشن بتاع علاج الهيلث كير بروفايدرز لازال قيد الدراسه. لما عالج كل الهيلث كير بروفايدرز عالجهم بدواء تكلفته كام لمدة قد ايه، يمنع انتقال المرض لكام في المية من مرضاهم قبل ما عمم هذا، لازال هذا الكلام قيد الدراسة. اللي هو كنت بقول لك من دقيقتين كل الكلام اللي هتشوفه هتلاقي بقى تحت الكلمتين دول حسب الليفل اوف ايفيدنس. ما هو يعني ايه يعني further studies are very unlikely to change the current situation، يعني ايه بي further studies are likely to change the current situation، سي further studies very likely، لدرجة ان بعض الناس بيقولوا انه سي اللي هي بنسميها احنا controversial، اللي انا اقول كلمة الدكتور علي قالوا رأي الدكتور شرف قالوا رأي، ساعتها ما تقدرش تقول واحد فينا غلط، لان ما فيش accumulated body of evidence يسمح لك تقول ايه. زي قصة الحوامل اللي الدكتور علي كان بيصيرها، من ده اللي هيجرؤ يعمل، انت عندك كام دواء تعرفه في العالم كلاس ايه في الحمل؟ كام؟ هو كلاس يعني ايه كلاس ايه؟ التجارب يعني التجارب على هيومن اثبتت انه زي من ده اللي عمل تجارب على هيومن، وبالتالي مستحيل انك تلاقي ادويه كثيره بلس ايه من ده اللي يجرؤ يعمل حركه زي دي، انما بي وسي يعني الانيمالز. هنا الكلام مش اي حاجه هتقدر تعملها، مش اي حاجه هتقدر تصل فيها الى ديفينيت كونكلوجن، ومن هنا دايما كل كلام بيتقال اخره فيرزر ريسيرش از ريكوايرد، كل كلام بيتاخد ستيل ديبيتابل بوينت. يبقى هنا الفيرزر انفستيجيشن اللي هتتعمل بعد الولاده بثلاثه اشهر بحسب موقف هذه السيده، هل هي ستيل انفستيجيشن ولا خرجت من الاكتف فيز، هتتعالج لنفسها ولا هتتعالج علشان هي هيلث كير وركر. كده غطينا جميع الاسئله، لكن هل حد من الساده الاساتذه الافاضل يحب يضيف حاجه عن الامباكت اوف دايابيتس او الديسكوبيدينيا مع حالات الليفر ديزيز؟ بس انا عايز اقول الست دي لو هي عندها دايابيتس، لا جوزها عنده، لا هنا هي هنا معمول فاستنج فقط 118 فاستنج، مش عامله بوست برانديال، والبادي ماس اندكس بتاعها عالي، فقابليه انها يبقى عندها سكر. اعتقد يا دكتور حسن بيه ان الست ديت يعني عندها مفلت، لما تيجي نحطها كده فهيبقى دي عندها مفلد، المفلد ده لازم نحط له كونسيدريشن ازاي انا اي ويل ديل ويز ذس بيشنت من الديسلايبيديميا، من الديابيتس، من الاوفر ويت، من يعني الحاجات دي كلها لازم هعمل لها ابروتش للكنترول سواء اثناء الحمل او بعد الحمل. عظيم. يعني دلوقتي الفاستنج بتاعها برضو عالي كده وفي شك دايابيتس، انا بس سؤالي للدكتور تجيب اللو بيرس ويت ازاي؟ يعني الدايابيتك وهي حامل ده مشهور ان البيبي بيبقى
حجمه أكبر يعني. يجيب low birth weight لو ولدت preterm because of her liver condition. لو عشان هي بريدابيك. في الباكسينة كنت بكلم بقول على نقطة الباكسينيشن. هي كمان حتى اللاب ما كانتش كاملة على أساس إن إحنا بنفتح مجال إن يبقى يعني مثلا معمول fasting blood sugar سي ما تعملش بيت البروفايل عشان يبقى فورد. عشان كده في سؤال محطوط اسمه further investigation اللي ستك بتثيره. طيب هو بعد اذنك كنت عايز السؤال سالته حضرتك موضوع الاميون توليرنس بس ان انا ممكن قد اعالج عيان اميون توليرنت في سبيشال سيتويشنز فنفس زي ما حضرتك قلت اكورنج هيلث كير بروفايدر بيبقى لازم التارجت بتاعي ان انا اعمل لورنج للفيريميا عشان ما يبقاش انفكشس تو ذا اذرز والرقم ديبيتابل اللي حضرتك زي ما حضرتك تفضلت قلت ان اخر حاجه في الاي اس ال دي 2018 اسخروا على رقم 1000 ان العين عشان يستمر في شغله كهيلث كير بروفايدر لازم يكون الفايرال ليفل اقل من 1000 انترناشونال يونت بير مليون يعني السبيشال سيتويشن هيلث كير بروفايدر وست حامل او واحد راجل سنه فوق ال 40 عيلتهم فيها فاميلي هيستوري فيرست كلاس ريليتيف عنده هيباتولوجيكال كارسينوما هم دول الحالات اللي انا بعالجها من اجل هذا. اخر حته هنختم بيها الدايابيتس والديسليبيديميا والليفر ديزيز قد يتواجدوا في نفس العيان بالصدفه لانهم الاثنين موجودين وشائعين في المجتمع قد واحد فيهم يجيب الثاني كانه الفاتي ليفر يجيب دايابيتس او العكس او فيروس يجيب دايابيتس زي هيباتايت البي يجيب دايابيتس برضه بس اقل من السي دواء الكبد يجيب سكر احيانا زي ما كنا بندي انترفيرون او عيان اوتو اميون هيباتايتس بياخد كورتيزون دواء السكر يجيب الكبد احيانا لو بياخد ادويه فيها سلفونايلوريا او تي زي ديز ترفع الانزيمات او تعمل جرانيلوماتس هيباتايتس احيانا او تعمل كوليستاتيك جوندس اذا العلاقات بين الليفر ديزيز والهيباتيك مختلفه جدا ولما تيجي تعمل علاج لمريض سكر وكبد غير مريض سكر لوحده ونظام الاكل بيختلف والادويه اللي بتستخدمها بتختلف ونوع الانسولين وجرعاته والسبيسنج بيختلف بس طبعا الوقت مش هيسمح بمناقشه هذا الموضوع لان الموضوع النهارده مش دايابيتس وانما الموضوع هيباتايتس بي. في الاخر كل الحوامل لازم تبقى سكريند قبل الجواز كله يبقى سكريند كله يطعم في مواعيده اللي يشتبه في هيباتايتس بي يتعمله سيرفيس انتيجين كور انتيبادي سيرفيس انتيبادي ليفل كلهم نيجاتيف الطعام سيرفيس انتيبادي بوزيتيف بروتكتيف سيبه سيرفيس انتيبادي بوزيتيف ليس بروتكتيف اديله جرعه واحده بس لو بعد 10 ايام قفز الى رقم كبير يبقى كم الطعام سيبه غير كده العيان ده تبعه زي اي عيان هيباتايتس بي عادي الاميونو تولر يتعالج فقط لو حامل لو طبعا لو ست حامل مفيش راجل حامل حتى هذه اللحظه ولو هو هيلث كير بروفايدر او راجل سنه فوق ال 40 عيلته فيها فاميلي هيستوري في هيباتو كارسينوما انتيكا فير ما يفرقش عن تنوفوفير انتيكا فير ما ينفعش في لاميفيدين ريزيستنس ولا حامل تنوفوفير ابعدوا عن الرينال وابعدوا عن البول الا الالافينامايد الالافينامايد مش متجرب ومش مامون في الحوامل ودي كومبنسيتد ديزيز والاطفال ومش مضمون في حق في عيان كرياتينين كليرانس اقل من 15 ومش بتغسل واشكركم جميعا لحسن الاستماع. دكتور محمد بقى اتفضل. لاست كومنت طبعا بعد شكر حضرتك وشكر اساتذتنا على الجلسه العظيمه يعني والرائعه دايما بنقعد نتعلم البراكتس وبنتعلم الايفيدنس من حضرتك. انا سمعت بس الكلام عن الفايبروسكان والعلاقات بالبريجننس فانا عايز اقول زي ما حضرتك اقترحتوا ايه المشكله دكتور علي بيقول طب ما هو سونار ايه المشكله المشكله ان المانيفاكتشر ريكومنديشنز بتقول ان في ثلاث حاجات لابد ان احنا نتجنبهم اللي عنده بيس ميكر والبريجننت واللي عنده اسايتس الاسايتس لان بيعمل اوفر استيميشن للميجر البريجننسي لان مفيش داتا مش لان هي هارمفول لان مفيش داتا البيس ميكر الامريكان شالوها في الجايد لاينز بتاعتهم فهي الفكره ان الفايبريشن كنترول ترانزنت الاستوجرافي او الفايبروسكان مش سونار عادي بالويفز العاديه هو بيدي فايبريشن بولسز فهم ذي هاد كونسرن على ان ده ممكن يكون بيعمل اي مشكله لكن مفيش اي داتا اجينست. شكرا دكتور محمد. انا دلوقتي هنهي الجلسه بس حضرتك تتفضل عشان تنهي المؤتمر الحلو ده وبنشكرك عليه. يا باشا لا احنا هتنتظر معانا دقيقه بس لما ناخد التوصيات وهناخد